أنا بعرض حالتين، حالة لواحد مستحق وحالة لواحد غير مستحق، وأترك الموضوع لقناعتكم هل نستطيع أن نساوي بين الاثنان. الحالة الأولى أرجو أن تحطها السلايد. الحالة الأولى اثنين موجودين الآن مسجلين بدون جدهم، متزوج يدهم ويدتهم، متزوج في الكويت عام 1919. كلام مو عندي أنا، ما أخذت شيء إلا بمستندات رسمية موثقة، وهذا أيضا مسجل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. هذه شهادة إثبات زواج بموجب حكم، رجعها، لا رجعها، شهادة إثبات زواج بموجب حكم تقول إن الاسمين، أنا مغطي الأسماء، بتاريخ 14 رمضان 1337 هجري، 14 رمضان 1337 هجري يصادف 13/6/1919. هذا اليد، الأبو عنده إمارة دولة الكويت، مديرية الصحة العامة، شهادة صحية، وهو عمره 16 سنة، الاسم مغطى، المهنة عامل في محل، هذا المستند موجود. اليد كل عياله تجنسوا وأحفاده أولى بالتأسيس. هذا الابن لأسباب معينة، ما راجع غيره، ما عرف إيش، ما تجنس وظل بدون، سووا البصمة الوراثية مع عيال عمه، طلع فعلا أنهما عيال عمه، موجود من 1919 قبل وايد من مسؤولين صاروا وزراء ونواب، موجود هو بالكويت ومع ذلك مسجل بدون. احنا ما نقبل بالظلم، هذا وفق القانون اللي قدمته مع مجموعة من أخواتي وأخواني في المجلس يجنس بشكل مباشر. لكن أيضا في نفس الوقت خلينا نشوف حالة ثانية. حالة يا أخوان، هذه الحالة الثانية، شخص أيضا مسجل بدون، مغطي على الأسماء، الجهاز المركزي ووزارة الداخلية بعد بحثة في المستندات طلع أول مستند عليه، حط أول مستند مال استمارة تأييد مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، قيادة الجيش الشعبي لمنطقة الكويت، شعارات البعث، من يقاتل بشرف يستحق المجد، استمارة تأييد مشاركة، نؤيد مشاركة المقاتل، المقاتل، قاتل من؟ قاتلكم أنتم، نؤيد مشاركة المقاتل فلان الفلاني في المهمة الوطنية، غزو الكويت مهمة وطنية والقومية في منطقة الكويت للفترة من 30/11/1990 ولغاية، مو محطوط التاريخ لأن ما في نية للخروج، مو محطوط التاريخ، مجسداً لمدى استعداده القتالي والبطولي لمواجهة العدو الأمريكي وحلفائه في المنطقة. إحنا مؤمناً بالدفاع عن العراق أرضاً وسماءً ومقدسات تحت راية القائد المنتصر صدام حسين بن قوسين حفظه الله، إحنا نقول لعنه الله حياً وميتاً، ومن الله التوفيق، الرفيق فاضل محمد أحمد المشهداني. أنا قاعد أحط المستندات ولدي مستندات أصلية. هذا واحد، هذا مسجل بدون، طبعا هو ما قال أنا عندي الفضل في الحصول على المستندات للجهاز ولإخوانكم الجهاز المركزي ولإخوانكم في الداخلية. حط المستند الثاني، طبعا ما أقدر أحط كل المستندات لأنها كثيرة. هذا شي يقول قيادة الجيش الشعبي لمحافظة الكويت، العدد، الرواتب، التاريخ، إلى بنك الوطني، مو بنك الكويت الوطني، ما كان موجود، بنك الوطني مالهم مثل بنك الرافدين وما أدري شنو، الموضوع صرف راتب، حصلت موافقة الرفيق علي حسن المجيد، علي كيماوي دعنة الله عليه، المقبور علي كيماوي، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، على صرف راتب المتطوع فلان الفلاني على دفتر الحساب الذي بحوزته، علما أنه يحمل الهوية المرقمة ثبتة 31، مبلغ وقدره 388 دينار عراقي. استلمت الكتاب لموقع منه الرفيق عزيز صالح نومان الخفاجي، اللي كانوا موجودين هني بوقت الغزو يعرفون هالاسم، عزيز صالح نومان الخفاجي قائد الجيش الشعبي لمنطقة الكويت، راتب يستلم من العراقيين. المستند الثالث والأخير عشان ما أطول فيها،
شبي هذا، هذا اللي مسجل بدون اللي جايكم يبي جنسية، اللي بعض القوانين تقول جنس الكل. لا تدقق. السيد قائد الجيش الشعبي في الكويت المحترم تطوع، أنا المواطن فلان الفلاني نفسه اللي طاف، ها، أرجو الموافقة على تطوعي ضمن صفوف الجيش الشعبي علما أنني كنت أعمل سابقا. السيد قائد الجيش الشعبي في الكويت، شكرا للأخ سعود شوية على 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 تنازله. إني المواطن، سمعوا يا جماعة، سمعوا خلا، إني المواطن فلان الفلاني أرجو الموافقة على تطوعي ضمن صفوف الجيش الشعبي علما أنني كنت أعمل سابقا في وزارة الداخلية حارس حدود رقم الهوية 31. يقول بتطوع في الجيش الشعبي، يبي جنسية، يقول بتطوع في الجيش الشعبي ويقول كنت أعمل سابقا حارس حدود. هو مو حارس حدود، هو جاسوس، جاسوس موجود هني. المواطن نفسه، هذه مستندات كلها ثابتة. هذيل تبي تجنسونهم اللي نفس الحالة تبون جنسونه. الحالة الأولى وفق القانون اللي احنا قدمناه يجنس، ووفق القانون المقدم عن طريق جمعية المحامين يجنس. الحالة الثانية اللي دش الجيش الشعبي واللي عنده راتب واللي طالب يتطوع واللي كان جاسوس عندنا، وفق قانوننا ما يتجنس، ينحاش قبل لا يطلع القانون، ينحاش ويخف العدد واللي مثله بينحاشون. لكن وفق القانون المقدم من جمعية المحامين هذا يجنس. وفي وقت آخر أتحدى اللي يقول لي إن هذا ما يجنس. لذلك لا يجوز، لا يجوز أن نخلط بين المستحق وغير المستحق، لا يجوز أن نخلط بين الشهيد والخائن. حط الرقم، كم شهيد عندنا من غير محددين وكم متعاون. أنا ما يجيب من عندي، أنا إذا بحثت أبحث في المستندات. أعداد الشهداء من البدون أثناء الغزو 42 شهيد أحطهم على رأسي، وأغلبهم إذا مو كلهم أبنائهم تجنسوا ودافعوا عن البلد وضحوا بأرواحهم. إلا ما تجنس أحد وفق القانون اللي احنا مقدمينه يتجنسون، وإذا في أحد منهم مو متجنس فهو مظلوم. لكن أيضا ما يصير أنا طالع بعين وأسكر العين الثانية. كم عدد المتعاونين مع الجيش العراقي أثناء الغزو؟ 3944. ما يصير أنا طالع بس 43 ولا طالع 4000. ماشي، بيقول لي أحد، أنا عارف من يقول هالمعلومة، مرزوق الغانم قاعد يحط أرقام من عنده. لا أنا ماني من النواب قبل تعال طلع أوراق وحط، لا طلعت ورقة إلى جذورها طلعها.